فقدني من شرابه في الشتاء. الناس بعض الناس يقولون حاجة الإنسان للشتاء في الشتاء للمن تنقص عن حاجته في الصيف، والله قاع ما يحتاج. ما يحق. الناس قاع مشكلتها شنو؟ مشكلتها في الماء، لأنها ما تشرب مولين تعطش. صياني قاع في الصيف، الصيف به اللي عطاشة به العراقة، لا يفقد عن طريق العرق وياسر مشي. وفي الشتاء ما هي عراقة لا هي تعود، ما تحس ما هي حساسة بالعطش، ولذلك ما يشرب الماء، وهذا هو أخطر شيء، لأن الماء هو بعد قاع اللي ده يرقق الدم إلين يسركي ليه بسهولة في جميع العروق إلين يلحق كل خلية من الجسم وتتغذى منه في الوقت المناسب، ما تخلقت مشاكل. وهو دي له يطرد، هو قاعد لي صاحبه الهضم، من عند الهضم إلى تخلص من السموم والفضلة كامل له يتعد، ما خالق تفاعل ولا عملية تدخل داخل الجسم ما هو عن الماء. سبحان الله، وجعلنا من الماء كل شيء حي، ولا بد منه. ولذلك يقد حد الصاي يدفيه العاد بارد، يقد حد يحليه لشاشر ما يتكلم على بيشات مثلا يقيسوا بهم المدارس، ويجوا دائما عادوا يعانوا من الكلب، يشير مزار صغير وعاد يعاني من ياسر. وهو كان قاعد يحلاله بأي شيء، يندالوا فيه ليمون وعسل، يندالوا فيه زنجبيل ذاك معلوم في البرد، يندالوا فيه باط بصاب، يندالوا فيه تجمخ، أي شيء يراقبوه في أنه يشرب وينسقم اللي مازال في الدار، ما ينتكل على هذا. لأن التجفاف خطير خطير على الناس قاع الكبار في الحركة.